ان كل واحده تكتب درجه، تطلع على على السوشيال ميديا كليب كده صغير من يومين، ان واحده هو كوميدي بتقول كل واحده بتكتب على الفيسبوك ارحموني بقى انتوا مركزين عليا كفايه اللي بيحصل لي. فبتقول لها ما هو انت عماله تكتبي رحت فين وجيت منين وعملت ايه وانت محدش اصلا عاوز يركز معاك. بصي هم دول ايه بقى حضرتك؟ ده هي مبسوطه، معلش عفوا يعني، ده هي مبسوطه بالكلام ده. انا حاسه كده. هي شوفي بقى حضرتك ايه، هي مبسوطه عاوزه تبقى محل اضواء، عاوزه الناس تقول لها بتعمل شو يا فندم. انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، اي في 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 الانستراكشنز في التعليمات الرولز بتاعت الفيسبوك كلها، خلي بالكم يا جماعه الفيسبوك من حقه يشوف اي معلومه انت حاططها، وكل مره بنعمل اجري او موافق. لو حد بس فاضي يقرا اللي بيتكتب هيلاقي نفسه ماضي على بياض، على بياض، كل حاجه تخصه ومنها حق البيع والاستغلال. فيعني انت عارف حضرتك ان مارك زوكربيرج اللي هو مؤسس الفيسبوك من حوالي 3 ايام قدم اعتذار رسمي لامريكا وبريطانيا. ليه؟ لان في شركه اسمها كامبريدج اناليتيك، تمام كده؟ الشركه دي قدرت ان هي تتمكن من الحصول على معلومات شخصيه لاكثر من 50 مليون مشترك عبر الفيسبوك، واستخدمتهم واستهدفتهم بدعايه خاصه لصالح انتخابات الرئاسه الامريكيه. والراجل وقدرت تاثر عليهم وتؤثر فيهم، وبالتالي انخفضت اسهم الفيسبوك بطريقه غير عاديه سقوطا تماما، واضطر ان هو مؤسس الفيسبوك يتقدم باعتذار. نقطه مهمه لكل مستخدم فيسبوك، بتيجي لحضرتك بعض مزودي الخدمه اللي هم ايس بيز، مزودي خدمه الانترنت، يدخل على الفيسبوك ويعمل لك ابلكيشن معين. ايه هو بقى دكتوره؟ ايوه. يقول لك والله انا هقول لك انت بقى لك كام ساعه بتشتغل انترنت على الفيسبوك. يدخل يقول لك والله انت شكل مين من الممثلين. ايوه. انت حلو قوي وجميل، انت هتتجوز مين؟ أيوة. لما تكبر بعد 40 سنه يبقى شكلك ايه؟ سنة. انا مبسوط قوي او انت مبسوط قوي، بقول له اوكي اعمل لي. عارف انت لما بتقول له يس والكلام ده، بتسمح له ان هو يدخل في خصوصياتك ويدخل على الموبايل وعلى اللابتوب. من حقه يدخل على الداتا بالكامل الخاصه بيك. هو الاول واخد بيانات شخصيه، ان انت بتقول له يو ويلكم، بتفتح له باب على المساحه وياخد اللي ما ليس له حق ان ياخذه، وبالتالي اصبح مشاع. وبعدين اكتر من كده يا دكتوره، اتفضل. يعني هو الصورة اتاخدت. شوف دي جريمة من دم ما كنا في الأول، بس لو كنت أنا بديت معاكي في خصائص الجريمة دي. أيوة. أساسا فضل. دي جريمة عابرة للحدود وجريمة مستمرة. بمعنى إيه؟ لو أنا خدت صورة واحدة معينة في وضع معين وحطيتها على الإنترنت، تمام كده؟ أيوة. وراحت هي بلغت وأنا اتمسكت وكل حاجة كويس، تمام؟ إنما الصورة دي أكتر من مليون مشترك شافها، صح؟ ويقدروا يعملوا لها شيرنج، يقدروا يعملوا لها شيرنج ويقدروا يعملوا نفس القصة. مفيش حاجة حضرتك خالص بتقدر تمنع حاجة اتنشرت؟ يعني مثلا طلع صورة، ممكن، انا عارفة ان ممكن يتوقف الاكاونت اللي هو نشرها، لكن اللي اخدها مفيش حاجة تمنعه انه يعمل لها شير؟ لا اطلاق. انت هتعرفي منين؟ ما دي بقى بقول لحضرتك دي جريمة عابرة للقارات. معظم اللي خدوا دول للقارات، معظم اللي عملوا شيرنج وشافوا دولت مش داخل في حدود مصر، احنا داخل حدود جمهوريه مصر العربيه. هنا نقدر نحدد القانون المصري، يمكنه متابعه اي واحد، ما بقولش بقى متابعه مراقبه، لا، يصل، ممكن ان يصل لاي واحد يستخدمه استخدام غير مشروع ونقدر نجيبه، صح كده؟ كويس. اما لو كان هو في امريكا، في فرنسا، هولندا، وده في اكتر حاجه. النقطه المهمه اللي عاوز اقول لحضرتك عشان نشوف المتابعه والمراقبه المهمه قوي ايه، في حاجه يا دكتوره اسمها المحتوى العام والمحتوى الخاص. انت اللي هو البابليك كونتنت والبرايفت كونتنت. لما تيجي تفتح الانترنت او تفتح الفيسبوك، ايوه، اول ما بتخش بتلاقي بيجز. أيوة. او بتخش اكاونت، بتخش على الاكاونت بتاع كلام من ده، كلام عادي جدا جدا. أيوة. بتشوفها، يعني مش مطلوب منك تحطي باسورد، صح كده؟ مش مطلوب تشفير معين او اجراءات معينه عشان تخش الموقع دوت، مظبوط. فدي اسمه البابليك كونتنت. فالبابليك كونتنت دوت ده متاح ليا وحضرتك والجهات الامنيه وفي كل الدوله انها بتشوفه، لو لقت فيه مخالفه غير مشروعه وغير انضباطيه واطلاق شائعات و و كلام ده اللي بنقوله بقى، هيتم، ويمكن السيد النائب العام مشكورا. أيوة. تمام. من حوالي شهر كده اصدر قرار بتكليف الساده الافاضل وكلاء النيابه برصد اي حاجه فيها تجاوزات غير مشروعه على البابليك كونتنت ده. دوت من حقي ومن حقك نشوفه. تمام. لو لقينا فيه
ما يضر بالدوله او شائعات ممكن تتخذ. اما بقى البرايفت كونتنت، انا ليه اكونت وحضرتك ليك اكونت، أيوه. انا بدخل بباسورد وانت تدخلي باسورد، او في اي سيجنتشر توقيع الكتروني طبعًا. بيني وبينك لا الاجهزه الامنيه ولا النيابه العامه تقدر تخش على الكلام ده. الايميل بتاعك ايوه ده برايفت، الايميل بتاعك. انا لما بفتح الفيسبوك عليك ما بشوفش الايميل بتاعك، لا بتشوف اللي انا عاملاه بابليك، اللي انت عاملاه بابليك، برافو عليك. انما ادخل جوه الانبوكس بتاع حضرتك لازم من خلال حضرتك والباسورد بتاع حضرتك، صح كده؟ ايوه. انا بقى مش حضرتك، لو انا دخلت على الايميل بتاعك على البرايفت كونتنت ابقى انا هنا مخترق الايميل بتاعك، يبقى هنا بقت جريمه لان هو برايفت. جريمه ده معانا اسماء من القاهره. اهلا يا اسماء، اتفضلي. حضرتك يا دكتور اسماء من طنطا. اهلا يا اسماء، انا اسف معلش طولنا عليك يا اسماء، اتفضلي. عندي حضرتك زي حضرتك يا دكتور. الحمد لله، اهلا بيك يا اسماء. عن الهاك والحاجات اللي بتحصل عن طريق فيسبوك، انا عندي واحده صاحبتي حصل معاها مشكله شاد بينها وبين خطيبها، واحده راحت دخلت واخدت الشاب ده وقعدت تهددهم بالصور اللي كانوا بينهم والكلام، وان كل حياتهم بقت هي عارفاها، وخلت الذكي يدخل ما بينهم وكده بسبب ان هي اخدت الكونفرزيشن اللي ما بينهم. يعني صاحبتهم، يعني اتنين كانوا متصاحبين، صاحبتهم اللي خدت التشاتس اللي بينه الحوارات اللي بينهم والصور، وهي اللي بتهددهم دلوقتي. بتهددهم بيها. جديده دي كمان، جديده. لا والله جديده برضه حضرتك يعني. طب بص حضرتك مش جديده. شكرا يا اسماء. بص يا اسماء يا بنتي، الكلام ده مش جديد. انا بقول لحضرتك حاجه، ايه لذلك احنا ايه ناحيتك دلوقتي تهديد هنا؟ اقول غرضه ايه؟ اقول لحضرتك هي ممكن تكون غيرانه من صاحبتها مثلا؟ انا لا ولا ابتزاز وخلاص؟ مش كده، انا لا اثق تبقى جريمه ابتزاز بقى الاليه نفسها، انا لا اثق في الاليه ومدى صدق هذه المعلومه. تمام المعلومه. في بقى نقطه مهمه لازم نفهمها كلها. انا بعمل شات مع حضرتك يا دكتور، انا ليه اكونت وليه حضرتك ليك اكونت، وبنعمل شات مع بعض. بقول لكل مواطن وكل بنت قبل ما اتكلم شات مع اكس من الناس، ارفع سماعة التليفون، ايوه دكتورة ومنية حضرتك معايا عشات، ايوه يا محمود انا معاك عشات، نبتدي نشات مع بعض. بتأكد ان انت هناك وانا هنا. ما يكونش موبايل يتسمى مفتوح وحد غيري اللي بيعمل شات مثلا. لا مش كده، عاوز اوصلك نقطة. إيه بالعكس بقى؟ انا ممكن محمود ده اللي انا بيعمل معاك شات، لو ما عملش موضوع التليفون ده تمكن احد القراصنة من اختراق الاكاونت بتاعي اللي هو بتاع محمود. ايوه. وقدر يتصل، شاف الفريندز بتوعي، شاف الدكتوره او شاف اكس من الناس، هيبدا يحاول يخش على الموبايل، يحاول يكلمك بقى على اساس ان هو مين؟ ان هو محمود. حضرتك إن هو محمود. محمود. فده اللي بيحصل محمود. بقى بالظبط كده، ده اللي بيحصل، ان انا اخترقت التليفون بتاع محمود الاكونت بتاعه وابتديت اتكلم معاكي، يعني مثلا حضرت احدى الحاجات بنت وبنت خالتها. تمام. أيوة. ده اللي في الكتاب حضرتك. أيوة. بنت خالتها بيتكلموا مع بعض دايما الشات، وبعدين قامت البنت قالت لها ده انا جايبه لك بلوزه جميله بس مش عارف انت مقاس 16 15، طب البسي كده وريني ايه بتاع مش عارف ايه، افتح الويب كام عشان اشوفها، طب انا عندي الخضره وريني الخضره بتاعتك. طبعا. قعدت تقلع وتلبس قدام الكاميرا فاكره ان الاذر سايد الناحيه الثانيه ان هي البنت اللي خالتها. تمام. تبان ان بنت خالتها دي حصل لها هاكينج وحد خد الاكونت بتاعها وما اختارتهاش، وابتدت الراجل اللي عمل الكلام ده ابتزها. فبنقول لكل مواطن تم اختراق الاكونت بتاعه، لازم تعلن بس حتى لزمايلك، تعلن لزمايلك يعني. مش بيجي حضرتك يقول بيجي على إيه؟ على كتير يتقال. انا ده اوقات بيجي لنا ايميلات، فاكر حضرتك كان في ايميل مشهور جدا بتاع انا كسبت وانت عملت، لا ده في واحد تاني بتاع انا سرقت محفظتي وانا موجوده في الحته الفلانيه ورجاء انا معيش فلوس وابعت لي اي فلوس. ومن اخطر الحاجات اللي بنقولها يا دكتوره برضو في الحاجات دي كلها في الكتاب، بقول ايه؟ يعني انا ليه اكونت وحضرتك ليك اكونت وحضرتك فريند عندي وانا فريند. انا فوجئت ايه؟ ان الدكتوره امنيه، عفوا معلش بقول الدكتوره، بقول دكتوره امنيه عملت لي ريكويست. ايوه. طب طب ما انت عندك حضرتك عندي. ايوه انت عامله ريكويست جديد. ايوه ده ايه ده؟ انا ده